تغار منه البلابل حين يشدو، لا يعرف اليأس أبداً، جد واجتهاد. صوته رحب هادئ كهدوء مدينته، تشبع بحب أهله في المغرب ففاض علينا بجمال صوته. رحبوا معي بالمنشد ياسين الأشهب. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاه، صلى الله على طه خير الخلق وأعلاه، صلى الله على طه خير الخلق وأعلاه،
خير الخلق وعلاك، صلى الله على طه خير الخلق ياسين. الله يخليك حبيبي، شرفنا والله. الله يخليك حبيبي. بديت امتى غني؟ والله بدايتي اولا شكرا للدعوه في برنامج حبيبي. نغم ولي شرف، واي شرف يعني ان امثل يعني بلدي حبيبي. ومدينتي مدينه بن سليمان يعني حبيبي. فدائما يكون لي شرف تمثيل المملكه وهيك يعني. بالنسبه لبدايتي يعني الفضل بعد الله عز وجل لأستاذتي التي كانت تدرسني في مدرسة قبل الابتدائي يعني، هذا نسميه نعم. احنا الرود يعني في يعني الحضانة وهيك يعني. فكان عمري تقريبا 4 سنوات ونص 5 سنوات يعني. ما شاء الله. تعرفت علي في حفل نهاية السنة، وزعت مصاحف من سيتلو آيات بينات لكي يختم يعني يفتتح الحفل السنوي. فكانت المفاجأة، فأوجه لها تحية ابتسام عروت يعني. نعم. كان لها الفضل يعني بعد الوالدين لها فضل كبير جدا. ما شاء الله عليك يا جنب، ما شاء الله. تعطينا مثال أندلسي أو أندلسي أسمعك يعني شوي أندلسي يعني. أنا أسمعك كل حاجة من بقك جاي حلوة. أنا أسمعك أكيد أندلس كمان جاي حلوة إن شاء الله. حبيب سمعك شيء يعني. نسمع عجم. عجم عجم ري. عجم
هذا فيه لون شوي مغربي مو أندلسي حق يعني شوي هندي حسه وسبحان الله المقام العجم مقام احتفالي كرنفالي يعني في عرفه يعني. هذه مغربي صح؟ هذه مغربي عليها يعني عميقة جدا لأنه هو ربما تحس كلام مغربي لأنه أنا تونسية وصدقني شطرة ما فهمتوش لكن جميل فما الإحساس وصل هذا هو المطلوب يعني ان اذا امتزج يعني النغم انت تشوف له استاذنا الكبير حيث يعني له ثقافه يعني ما شاء الله واسعه ما شاء الله واسعه جدا وهو في تركيا وخصوصا ان تركيا رقعة جغرافيه نهلت من كل الالوان الموسيقيه فهذه الميزه الخاصه للموسيقيين كلهم الاتراك يعني ممكن انهم يروحوا مع اي لون موسيقي بالنسبه للكلام هو كلام مغربي صرف ويتكلم يعني حول المحبة التي تمتزج بعوالم ونصير يعني أننا نعشق يعني شخص معين أكيد اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذا كلام في حال معين كلام في مواجيد معينة يعني نعم صحيح ما خليك مش عايزين احنا كلام طبعا خلي فرصة ممكن مسرح مرحبا أغنية مسرح مرحبا يلا كل فرح ملكني هواكم عذبني
ملكني هواكم، ملكني هواكم، عذبني وزادني، وزادني شوقا، في فضاء لعبة الهيليوم. خلصنا خلاص الغناء وجينا على اللعب. الله أكبر. شو نفسر لك من الأول؟ لعبة الهيليوم هي عبارة على أمبولة اللي هي بالونة
منفوخة بغاز نفاخة, نفاخة عندكم يلا نفاخة أمبولة وللمشاهدين بلونة أمبولة هي قنبولة عندنا لا لطف لطف ذي أمبولة يلا مليانة بغاز اسمه غاز الهيليوم أوكي الغاز ذي يغير الصوت أنا في نسألك مجموعة من الأسئلة لو جاوبت عليها ما فهمش هيليوم لو ما جاوبتش عليها لازم نشربه هيليوم مستعد؟ إذا جاوبت تعمل أنت الهيليوم وتطرح يعني السؤال بالهيليوم إذا جاوبت اتفقنا أوكي يلا حب نسألك على مقولة قيلت في الأم شكون اللي قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق تغششين يعني أشوفهم لا الله أنت عينك فيه أن نديلها اليوم والله ما عرفت يعني اسمه غابر عندي يعني في راسي يبقى الجزء هيليوم الله أكبر كيف يعني هذا نسحب يعني. الخيط نسحب الخيط ونسحبها بعد الهيليوم إيش بعد الهيليوم مش أسألك سؤال آخر تغني سامحني تغني غني. بعد الهيليوم حول الله قوة إلا بالله كله يلا نختاروا أغنية باش ما يروحش الإفكت على طول على طول نغني طلع خلاص جميل يلا طلع لا راح راح إلى اليوم يلا نعم نشربه هاليوم طلع البدر وعلينا والله وين البدر هذا معل جميل جميل يلا السؤال اللي بعده شنو هالشيء اللي تراه في الليل ثلاثة مرات وتراه في النهار مرة واحدة أشوفه في ال شوفه في الليل ثلاثة مرات وتشوفه في النهار مرة واحدة والله العساس هذا اللي عندنا في ال ما يضرش في النهار هذيك أنا ما أشوفه في النهار هذا الحارس الليلي أشوفه ثلاث مرات يعني بالليل وبنهار ما أشوفه يعني فاعتبريه جواب يعني صح لا حاسب إجابة دقيقة اللي يظهر بالليل ثلاث مرات ويظهر مرة واحدة في النهار في النهار القمر لا حول ولا يلا جهز نفسك على الهيليوم لا ما قلت لي الإجابة السؤال الأولاني تعطيني أوكي. الإجابة هي حرف اللام الليل ألف اللام إذن حتى الحارس يعني نمرروها يعني لا اسمي أوكي. اليوم يلا أوكي إيش حغني إيش حغني يا أغني يا طيبة يلا يا طيبة يا طيبة يا دول يا دول عيان جميل جميل حتى الهيليوم دواء العيان حضروا عندك بالونة أخرى لأنه سؤال سهل برشا اللي باش نسأله تو يلا سؤال هذا يقول شنو اللقب أو تسمية اللي كانوا يطلقوها على الحكام قديما في تونس والمغرب سلاطين لا الباي 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 في المغرب الباي في تونس على الأقل فما الباي لكن في المغرب لا ما أظن سلطان لا موجودة السلطان باي قديما الباي ممكن موجودة يعني هناك تدرج لا اللي بعد لمبولة اللي بعد ولأنه آخر سؤال شو كملوها الكل قول لي كلها كلها لا حول ولا قوه الا بالله باش نمر اللعبه اللي بعدها واحنا مستعدين اوكي لسه في جو لا مش هيليوم لعبه اخرى نغنيوا على طول باش الايفكت نتاع الهيليوم ما يمشيش يا امي الحنونه يا امي لا تبكي علينا والله ضحكت من قلبك يعني قلبي علينا لا انت تبدل في صوتك لا حول ولا قوة إلا بالله جميل جميل وملعبة الهيليوم مشينا على لعبة أجمل فيها مساحة أوسع أوكي. وصوتك المرة هذه مش يتبدل أوكي. يلا على لعبة الشخصيات مرحبا يلا احنا في لعبة الشخصيات اللعبة هذه عبارة على مجموعة من الأوراق أو الكروت اللي فيها شعر جاهلي اشتاخذ الورقة اشتلقى الشعر والشعر وبعد نختاره زي يليق بمعاني
الكلمات وبالشعر في حد ذاته نحاول نأديوها على الطريقة الشعرية وبعد نحاول نلحنها. يا سلام. مساعد يا ستار. يلا لك الاختيار. اوكي لين اختيار لين اختيار لين اختيار. اوكي الورقة الثانية عندك. ورقتك. يلا اقرأ لنا شكون الشعر. قيس بن الملوح. الله شنو يقول؟ سأبكي على ما فات مني صبابة وأندب أيام السرور الدواهب. خلينا في الفرحة. خلينا في الفرحة. وأمنع عيني. خليوا هذيك عندك نمشي ونختاروا زي؟ اختاروا حاجة نلبسوها؟ والله هذا لباس أسود مع هذا البكاء. يعني بما أنه بكاء لازم حاجة غامقة شوية. خلاص هذا. الأسود؟ شوفوش الأزرق؟ يا رب زور الجاهلية. خلاص ألبس هذا زي. رائع زي والله. رائع والله أنت اللي أروع. عايشك. خلاص أنا الآن القيس بن الملوح. يلا حاولوا نأديها بطريقة شعرية هيك يعني. أيه بإحساس كما عودتنا. أعيدها يعني بالغناء ولا لحنها؟ بدأ الحين ولو تحب تعاونك الفرقة. أوكي يلا نعملها موزونة ولا على شكل موال يعني؟ كيف ما أنت أوكي. تحب لك حرية اختيار اللحن. نعملها صبا صبري صبري قيس بن الملوح صبري. سأبكي على ما فات مني سأبكي على ما فات مني على ما فات مني وأندب أيام السرور الذواهب. وأمنع عيني وأمنع عيني تنود بغيركم وإني وإن جانبت غير مجانبي وخير زمان وخير زمان كنت أرجو وخير زمان كنت أرجو دنوه رمتني عيون الناس رمتني عيون الناس رمتني عيون الناس من كل جانبي فأصبحت مرحوما فأصبحت مرحوما سأبكي على ما فات مني صبابة. الله 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 موال جميل. الله يخليك. جميل جدا. سامحنا يا أستاذ قيس بن الملوح. بالعكس يشكرك لأنه الموال كان جميل. الله يخليك ورائع. يا رب يكون نطقي يعني سليم.
إن شاء الله. إن شاء الله. لكن في العموم أنا اللي شفته سليم. إن شاء الله. لكن لأهل العلم دائما رأي آخر. أكيد أكيد. يلا توا باش نبدلوا اللبسة بما يتوافق مع الكرت الثاني لأنك باش تختار مرة أخرى. إن شاء الله. عندي بس أرد المكان هون عشان قيس بن ملوح ما يزعل. يلا معلش خليوها على ال... خليه هنا؟ أوكي. يلا نختاروا كرت ثاني. نازل كرت ثاني، كرت ثاني، كرت ثاني. هذا لمن؟ هذا لابن زيدو... زيدون. زيدون أضحت أضحت الثنائي بديلا من تدان. ياك؟ صحيح. وناب عن طيبي لقيانا أندلسي الشعر هذا. أنا الزمان مغربي، الزمان الذي ما زال يضحكني أنسا بقربهم قد عاد. الله 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 الله. يلا كل بكاء ولا كيف يعني؟ أنت وحظك. أندلسي أندلسي أندلسي. شنو اللي يليق بالأندلسي؟ اللي يليق بال والله أختار ما أعرف. أنا ما كنت عايش معهم في الحقيقة. تخيل هيك تصور. الأزرق. أعطيني كرت. أوكي هذا لباس صيفي. ها لبسوا معاه الطربوش. طربوش؟ آه مش طربوش هي. خلاص هذا هذا مو أندلسي. بص مع الأزرق هتخرب لي يعني. يعطيني نبدله. هذه دلاحة فوق راسي. دلاعة. دلاعة عندكم عنا وعندكم دلاعة لكن عند المصريين بطيخة. صار شكلي مضحك. اديني. انك لله يا ابن زيدون. مغربي شكل مغربي المضحك. صحيح. اوكي اديني نهاوند. نهاوند ري. شوي قريب من الأندلس يعني. أضحت أنا بديلا من تدانينا وأنا أن الزمان أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أناسا بقربهم أناسا بقربهم أناسا
يبكينا. الله الله الله، جميلة اللكنة المغاربية أيضا شوي. تعرف شكون قالها هذه؟ ابن زيدون. لا لشكون؟ شكون قالها؟ يقولها؟ والله ما أعرف كان يقولها للولادة بنت المستكفي. يا سلام، يعني معاني عميقة، واللكنة المغاربية أضافت جو آخر للشعر. احنا شوية غنينا زي ما نقول شوي عنده يعني ريحة إسبانية أو شيء من هذا القبيل يعني. صحيح. فأنا أحاول أكلم يعني بطريقة يعني لهجة بيضاء علشان تفهمني، يعني اللي تكلمت بالدارجة. بالضبط. إيه. حتى أنا التونسي متاعي نحاول نعدل ساعات. حتى المشاهد يقولك ليش تكلمت بهذه اللغة يعني. بالضبط. لكن هو للتعديل يعني نعرفه. نعم. تو أنت مغربي وأنا تونسية، نفهموا على بعضنا كيف نزربوا في الكلام، لكن هم ما يفهمونيش. أنا حتى أنتم ساعات ما نفهمكمش. نعم صحيح. فلضرورة إنه المشاهدين يفهمونا. أكيد. لازم نحاولوا باش نطوعوا اللهجة شوية. تفضل. ايش ال ثوابش؟ خلاص خلاص. زي شفتك كنت مش حابب الطربوش. احنا عندنا شاشيه في تونس. شاشيه؟ لا احنا عندنا طربوش مغربي. عندكم طربوش؟ لكن أنا كنت هو خارج عليك وانت كنت تقول الطربوش تضحك على روحك. لا عندنا طربوش المغربي، ماشي هكا طربوش مغربي متول بقواعدو. داك الشيء زوين. طويل شويه؟ لا لا مو طويل، يعني طربوش بقواعدو يعني حتى لباسه لباس انيق يعني. فاللباس المغربي لا يعلى عليه يعني، لباس أنيق جدا. لا يعلى عليه، صحيح. يلا تو نخليوك مساحتك ومكانك. نسمع أغنية على المسرح. أوكي مرحبا بكل فرح. يا مالك الملك هب لي منك مغفرة، يا مالك الملك هب لي، يا يا مالك الملك أمني، يا مالك الملك هب لي، يا مالك الملك هب لي منك مغفرة، يا تمحو ذنوبي بذاك الخوف والندمي،
رسول الله ذخري وعدتي إذا ما قل زالي إذا بعد الغناء الجميل فقرة صور لابد منها. مرحبا. يلا. لعبة صور هي عبارة على لعبة فيها أسئلة ونعطيك ثلاثة اختيارات بصور تختار صورة منهم. أوكي. اتفقنا؟ إن شاء الله. يلا. لو أتيحت لك فرصة التعاون مع فنان تختار شكون من بين؟ حمود خضر. أو حمود الخضر. ماهر زين. أو حمزة نميرة. اختيارات صعبة يعني. كل واحد وعنده لون. حمزة ربما حمزة نمرة بحكم أنه نهل من التراث المغربي. أنا أحب حمزة نمرة. حمزة نمرة لأنه غنى إناس إناس. ناس تبع الأستاذ رويشة رحمه الله. وغنى العيطة المغربية وهي تراث ينتمي للمنطقة اللي أسكن لها يعني الشاوية وردويغة. وأقول حمزة نمرة. حمزة نمرة. ونقولوا له حاجة من غنيه. أوكي أغني له الأغنية اللي غناها إناس إناس يعني. يلا غنية. هي بالأمازيغية يا رب يعني أتوفق في 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 الكلام في اللهجة الأمازيغية. إناس 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 ميريخ أذاس خزما والناور يوفين والناور يوفين والناور يوفين اللي بعد الكلام مساخي زمان شيء من هذا القبيل لكن يا مازيغي صعب يعني. أوكي صحيح. صحيح يلا ومن الفن نمشيوا شوية للمطبخ للماكلة. ده الأكلة الأقرب لقلبك من بين الحريرة الكسكسي كسكس
كسكسي تونسي الكسكسي كسكسو بالمغرب بسطيلة أو البسطيلة. والله أنا أصلاً جوعان يعني فالود ودي يعني أخذه من الثلاثة هذه. رأس أقول الحريرة. حريرة من يد الوالدة بالذات. بالذات ربي يخليه لك. يا رب ربي يخليه لك إن شاء الله يا رب. احنا هيك كملنا اغني لك الحريرة يعني ما في اغنية للحريرة خرجتك انا من الاغاني ازيدك للميكلة خلاص خذ راحتك شوية وني. الله يخليك يلا خلصنا لعبة صور توا باش نمشيو نسمع اغنية اخرى اوكي مرحبا وبعد راجعين ان شاء الله بكل فرح. عرفت الهوى عرفت الهوى مد عرفت هواك عرفت الهوى مد عرفت هواك وأغلقت قلبي وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجي وقمت عرفت الهوى عرفت الهوى مد عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت ناجي يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نرى أحبك حبي أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك وحبا لأنك أهل لذاك عرفت الهوى عرفت الهوى عرفت الهوى مذ عرفت هوى ترجمة
في المسرح مش كما برشا عباد اخرين، يعني عندك تجلي فعلا، احساس، صوت، ملامح وجه، يعني متكامل، يعني اللي تقول فيه تحس فيه، واحساس ظاهر عميق جدا. الحمد لله، حاجه عايشتها لنا استمتعنا بها معك. الله يخليك. لكن احنا حكينا قبل، قلت اللي حبيت تدرس موسيقى لكن أكيد. كانت بعيد عليك ما درستش، وانت كما نقولوا ولد دومين، يعني انت دارس اعلام. نعم. فبعد هل اتيحت لك فرصه دراسه الموسيقى ولا لا؟ أتيحت لي فرصة دراسة الموسيقى في الوقت اللي كنت أدرس فيه في الجامعة. فأنا درست في الجامعة وفي كلية الحقوق بمدينة المحمدية، وبعدها التحقت بمعهد العالي للصحافة والإعلام. ففي تلك الفترة كان اللي يعني مجال إني يعني ممكن إني أدرس، رغم أني كنت يعني طالب كسول يعني عند أساتذة، لأن كنت ما أحضر يعني بشكل مداوم. لكن الدراسة الموسيقية مهمة جدا جدا، وشاكر لأساتذتي، ولسه احنا بندرس وحنبقى يعني تلامذة علشان نطور طبعاً. يعني اللي يعتقد اللي هو كمل فما عاش عنده فرصة بشي يزيد يقدم. لا والله، يعني للموسيقى عالم يعني بحر صحيح. كل العلوم بحر يعني، فلن ينقطع يعني يعني السير حول التعلم. ما خلصوش، ما خلصوش، ما تدرس ما خلصش. ايتاتش ايتاتش كل يوم لحن جديد. احنا خلصنا موسيقى لسه ما خلصوش. شوف مش خلص كل يوم لحن جديد. ايتاتش اكيد طبعا، كل يوم في جمله، كل يوم احنا تعلم فيها يعني حروف. سبحان الله سبحان الله. صحيح صحيح. بعيد شوية على اللون الموسيقي المغربي، نجم نسمع منك حاجة أخرى؟ لأنه آيتاتش كما تعرف فنان محترف، دائما يحب يشبع مسامعه بالصوت الجميل خاصة. أوكي، أنا سأسمعك يعني
الطرف يعني كيف نقوله بدارجة من يصلات الزن. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره في ذكره في ذكره ترتاح. فإذا تلاودنا فإذا تلاودنا ذكره وحديثه فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بذكره الأقدام. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا. يا صلاة الزين على نبينا. يا صلاة الزين ليلة حلوة ومحليها رب القدرة وبارك فيها. ليلة حلوة ومحليها رب القدرة وبارك فيها. يا صلاة الزين يا صلاة على نبينا. يا صلاة الزين. الله 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 عليه الصلاة والسلام. الله يا سلام حبيب حبيب يا سلام عليك. جميل وتحت وقع هذا الإحساس. مرحبا. نتعدوا إلى لعبة. يا سلام نروح نلعب. يلا نلعب. عشان صوتك ما شاء الله ملابة شوف هناك كمان. مرحبا. يلا حبيب حبيب. تفضل. شكرا. وما الحوار مرة أخرى على لعبة أخرى. مرة هذه الحوار ما كانش عندك الاختيار باش تختار الأسئلة. مرة هذه الاختيار بيديك. أوكي. كالعادة أنت وحظك عنا مجموعة من الكروت فيها كلمات متاع أغنية باش تغنيها على ألحان أغنية أخرى. كلمات أغنية أخرى على ألحان أعمل لها يعني إسقاط في أغنية أخرى ياك؟ إسقاط. إن شاء الله ما يكونش إسقاط. إن شاء الله. يلا اختار كرت. الظاهر بعد البرنامج هيسحبوا مني لقب. لا بالعكس. الله أكبر. بس تتوسع قاعدة جمهورك لأنهم يكتشفوا في مواهب جديدة. خاف إني أبقى في القاعدة. لا لا إن شاء الله. ست الحبايب يا حبيب الله. ست الحبايب على؟ ست على لحن خير البريد. لحن خير البرية. خير البرية. أي هذا بنت الشلبية يعني لحن بنت الشلبية. حاول لا قوة إلا بالله. اديني الميكرو. سنت الحباين يا حبيبة. سنت الحباين يا حبيبة. يا أغلى من روحي ودمي. يا أغلى من روحي ودمي. سنت يا حبيبة. سنت الحباين يا حبيبي.
الله 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 الله. سامحونا على هذا اللحن. ياسين ياسين لشب، شرفت اليوم بحضورك معايا، استمتعت على الاخر في الفقرات المختلفه متاع البرنامج. وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله ديما متميز وديما رافع راس بلادك المغرب وين ما مشيت. يا رب يا رب. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام حقيقه يعني شكرا على الدعوه، وشرف اني احضر في برنامج شرفتينا، حضر فيه يعني عدد من الفنانين الذين احترمهم واقدرهم، وكنت في يوم انا واحد من المعجبين بهم، ولا زلت واحد من المعجبين بهم. أتمنى أن أكون خير سفير للمملكة المغربية، خير سفير لتراثنا بالتوفيق المغربي، خير سفير للنغم المغربي الذي كل حب وكل سلام. وحبيت أني أختم يعني بكلام أنا أحبه يعني كثيرا للمملكة المغربية، يتكلم عن السلام، يتكلم عن المحبة، يتكلم فهيك يعني أختم به هو. كرد دو. نبتدي بأمان أمان. أوكي. أمان 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 أمان. من الشمال من الشمال للجنوب، ربي وحد لينا القلوب على محبة هذا الوطن، بلاد المغرب بلاد السيف ماشي الحروب. آمان 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 يا بلادي آمان. تحية لكم وتحية للمغرب، تحية ليك وإن شاء الله من شماله لشرقه لجنوبه. صلى الله عز وجل دائما يكون آمن ومستقر يا رب. إن شاء الله إن شاء الله ديما المغرب وكل الدول العربية دول السلم يا رب والأمن إن شاء الله. يا رب نسمع عندك أغنية مسرح للختام. إن شاء الله. أوكي تفضل. بإذن الله. أمان 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 أمان. No, no, no.
يا من يرى يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما Yeah.
نرجو منك العون بالنبي.